سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. يلعب الكرة إلى الأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تلعب الكرة إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، تمريرة بينية، تمريرة جميلة، يرسلها إلى منطقة الجزاء. الآن الكرة إلى ضربة ركنية، ينجح في إبعاد الكرة، بالهند أب، يلعب كرة بينية، يلعب كرة رأسية خطيرة، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. علي قبر، مرت الكرة، كرة طولية إلى الأمام، يلعبها طولية، خلص الكرة، ملعوبة قصيرة من بالهند، قراءة ممتازة من الدفاع، كرة طويلة إلى الأمام، هل ينجح في المرور؟ وستكون هنا رمية تماس، حمد النني يسيطر على الكرة، يلعب كرة على اليسار، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، كرة عرضية للقائم الثاني، كرة للمنطقة الأمامية، بالهند أب، بالهند أب، يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول لعب الكرة بالرأس، لن تسبب أي إزعاج، الحارس كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة طويلة،
ينطلق إلى الأمام بسرعة. احتكاك بدني، علي قبر يتسبب في خطأ. إبعاد ناجح للكرة. زهير فضال في كرة خطيرة إلى الأمام، يلعبها بالراس. حارس يتألق، مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول، كانت الكلمة فيه للدفاع. تمريرة طولية إلى الأمام. لمسة بينية. زهير فضال يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. علي قبر. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لمسة، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب ويلعب كرة عرضية. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. إمكانية مرتدة الآن. بالهندا. يقطع الكرة. يلعبها لمنطقة الخطر. تحرك جميل، كرة معه الآن. ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ تشتيت الكرة. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. زهير فضال يلعب كرة طولية إلى الأمام، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. حمد النني. تغيير لعب على الأجناب. يحاول أن يلعب كرة بينية رأسية مذهلة. الله على هذا التألق لحارس رائع. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس.
والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. فيها ضربة ركنية. لدينا تغيير جديد هنا. حارس المرمى يبعدها بشكل رائع. محمد النني، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. زهير فضال يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. عمرو وردة، بالهندا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. فرصة هجوم معاكس، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ها هي صافرة نهاية المباراة، ولا يزال كل فريق غير قادر على تحقيق الفوز رغم أنها 0-0. أظننا استمتعنا بهذه المباراة. أداء كان